زواقة ديال تخبال الورد بالعقيق محبوبة الجماهير تركوازة كيجيغ. هذا هو العرض ديالك اليوم عزيزتي المتابعة، جلابة ديال الكخيب دو سوا في الكحل، ماشي اللي تيبان عندك في الصورة، في الكحل ما تيبانش مزيان، تيبان بحال الكري بحال الكري. خسارة وكجلي لي باز بونه تولي بزبون، داك الكخيب الاولاني ماشي هذا اللي ولا دابا مبقاش زوين. مخدومة بزواقة ديال تخبال الورد على مستوى السطوح، دايرة بالتاج الصغير، ثم مزينة بالعقيق كريستال رقم ما هو 3 ما هو 4، حيت النوامر واخا هكاك ما كيجيوش مضبوطين، ما عليناش، انا كنفضل 4 في هاد الزواقة، كنفضل 4، هادشي اللي تيجي معاها وتنفضل معاها حتى الحرير ديال القصبة، ما تنديرش ليها الحرير ديال وعلى 4 د الشعرات ديال الرباطي، حيت تجي صغيرة بزاف ما زويناش. ثم بالنسبة لافينيسيون ديال القب، هانتوما القب والكمام، القب والكمام دازو بالتاج الكبير، والملاقية الثلاثية هي اللي تتجي مع الترس الصغير ومع هاد الأشكال هكا اللي تتكون لوزونج مربعات قبيبات. راكم عارفين فايت ليا قدمت الدروس ديال هاد ديال هاد الزواقات كاملين، لا الملاقية لا الضريس لا نص السوق. اليوم تنشارك معكم هاد الجليبة، علاش أنا فايت ليا شاركتها معكم مرارا وتكرارا، المهم نسيت الفتيحات، الفتيحات فيهم المربعات المائلة، تعجبوني المربعات المائلة في الفتيحات، علاش قلت لكم شاركتها معكم عجبتني، جاو اللوينات زوينين بزاف، هذا اللوين هذا جا على على الكحل جا غزال، عندكم هنا راه غادي الحمورية هذا، ولكن عندي هنا لا، هنا عندي هنا بحال بيش، بحال بيش وكاين اللي كيقول ليه كاشير. صافي دونك هذا هو العرض ديالي ليك اليوم عزيزتي المتابعه، كنتمنى جليباتنا الاعجاب ديالكم بصحه مولاتها بصحه اي وحده كتصوب عندي شي حاجه، كنتمنى ليها الصحه والسلامه وواشركم مبروكه. الى اللقاء، كانت معكم مريم من قناه تركوازا كيجيغ لسحر الكروشي المغربي، السلام عليكم.